السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. درسنا لهذا اليوم قراءتي للصف الأول ابتدائي. في الدرس السابق أخذنا موضوع أصباغ هشام، وأخذنا الحرف هو حرف الغين اللي يكون في آخر الكلمة. اليوم راح نأخذ حرف الغين في أول الكلمة وفي وسط الكلمة. هنا راح نقرأ المقاطع حرف الغين مع الحركات القصيرة. أول مقطع هو غ غ، غو غو، غي غي، غي غو غي. هذه المقاطع حرف الغين في أول الكلمة. أما في وسط الكلمة غي غو غي، غي غي غو غي، غي غو غي. أما المقاطع حرف الغين مع حروف المد الألف والواو والياء، غا غو غي غي، غا غو غي غي. هذه المقاطع نقرأها دفعة واحدة. نقرأ الدرس اللي هو غزال وغراب. غزال وغراب. الغراب صديق الغزال. الغراب صديق الغزال. صاح الغزال. صاح الغزال. نقطتين شارحة. ساقي مكسورة. ساقي مكسورة. أنا عطشان. أنا عطشان. قدم الغراب إليه ماء. قدم الغراب إليه ماء. شرب الغزال. شرب الغزال. وقال نقطتين شارحة. الحمد لله. الحمد لله. أشكرك يا صديقي. هسه نجي نحلل الكلمات. غزال وغراب. غزال وغراب. غزال هنا متكونة من ثلاثة مقاطع. المقطع غي غي اللي هو هذا أول مقطع. أول مقطع غي غي. المقطع زا غزا. المقطع لون غي زا لون. غزال غزال غزال. و أداة ربط الو. المقطع و. غراب هنا عندنا المقطع غو غو اللي هو هذا المقطع الثاني. غو غورا غراب غراب. غورا غراب غراب. نكمل قراءة الدرس. الغراب صديق الغزال. الغراب صديق الغزال. الغراب هنا متكونة من أربع مقاطع. المقطع ال ال، والمقطع غو الغو، را الغراب الغراب، الغو الغو، را الغراب الغراب الغراب. هذا هو تحليل كلمة الغراب. المقطع ال ال، غو الغو، را المقطع را، الغراب الغراب، الغراب الغراب. صديق صديق متكونة من ثلاثة مقاطع. المقطع ص، المقطع دي، والمقطع قو. ص دي صديق صديق. ص دي صديق صديق. هنا هذا تحليل كلمة صديق. المقطع ص، والمقطع دي، والمقطع قو. ص دي صديق صديق. ص دي صديق صديق. صديق الغزالي. صديق الغزالي. هنا عندنا هذه همزة وصل. هذه الألف ما تلفظ، تكتب ولا تقرأ. هنا عندنا هذه همزة وصل، فرأسا هنا أنا أقول الغزالي الغزالي، رأسا ألفظ اللام. غزا غزالي غزالي. هنا عندنا المقطع لي. صديق الغزالي. هنا ما أتوقف بالكلام، رأسا أقول صديق الغزالي صديق الغزالي. غزا غزالي غزالي. هذه همزة وصل ما تلفظ، نلفظ اللام. هنا نقول غزا غزالي غزالي. صاح 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 صاح. هنا صاح متكونة من مقطعين، هو المقطع صا والمقطع ح. صاح 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 صاح. ص
صاح الغزال، صاح الغزال. هنا كذلك عندنا همزة وصل، هذه الألف ما تنلفظ. صاح الغزال غيزة غزال غزال. نقطتي شارحة. ساقي 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 متكونة من مقطعين، المقطع سا والمقطع قي. ساقي 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 ساقي. هنا عندنا هذا تحليل كلمة ساقي. ساقي 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 ساقي. مكسورة مكسورة، هنا عندنا المقاطع مك سو مكسورة مكسورة مكسورة. مك سو مكسورة مكسورة مكسورة. هنا عندنا هذا التحليل مكسورة، مقطع مك سو مكسورة مكسورة مكسورة. أنا 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 متكون المقطعين. أنا أنا. عطشانو عطشانو عطشا عطشانو عطشانو عطشا عطشانو عطشانو. هنا عطشانو متكونة من ثلاثة مقاطع. هذا هو تحليل كلمة عطشانو، المقطع عط والمقطع شا والمقطع نو. عطشانو 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 عطشانو. قدم الغراب إليه ماء. قدم هنا متكونة من ثلاثة مقاطع، المقطع الأول هو قد قد د قد د. ليش؟ لأن هنا عندنا حرف الد حرف مشدد، هنا عليا شدة يعني حرف مكرر مرتين، حرف مكرر مرتين. قد د قد د قد د قدم قدم قد د قدم قدم. هنا لاحظوا إنه أنا ألفظ حرف الد مرتين. قدم قدم. وهذا تحليل قدم، عندنا الحرف الد مكرر مرتين. قد د قدم قدم قد د قدم قدم قدم. قدم الغراب قدم الغراب، هنا كذلك عندنا همزة وصل، هذه الألف ما تلفظ وما نتوقف بالكلام. قدم الغراب غورا غراب غراب. إليه إليه، هنا إليه متكونة من ثلاث مقاطع. إي لي هي إي لي هي إليه إليه. هنا عندنا تحليل إليه. إي المقطع إي المقطع لي إي لي هي إي لي هي إليه إي لي هي إليه. ما أن ما أن متكونة من مقطعين. ما أن ما أن ما أن ما أن. هنا عندنا تنوين فتح. ما أن ما أن. هنا عندنا تحليل كلمة ما أن. ما أن ما أن ما مقطع ما والمقطع أن. ما أن ما أن. شرب الغزال وقال. شرب هنا عندنا شرب متكونة من ثلاثة مقاطع. شري شريب شريب شري شريب شريب شرب. هنا تحليل شرب. شري شريب 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 شريب. شرب الغزال شرب الغزال، هنا كذلك عندنا همزة وصل. غزا غزال غزال. شرب الغزال. و هنا عندنا أداة ربط الو. قال قال متكون من مقطعين. قال 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 قال. نقطتين شارحة. الحمد 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 لله. هنا عندنا الحمد متكونة من ثلاثة مقاطع، المقطع ال والمقطع حم والمقطع دو. الحمد الحمد الحمد. وهذا تحليل كلمة الحمد. الحم الحمد الحمد الحم الحمد الحمد. لله لله، هنا عندنا لله المقاطع، المقطع الأول هو لي لي لا. هنا أنتوا تلاحظون إنه الشدة على حرف اللام، يعني حرف اللام مكرر مرتين. لله، وين هاي لا؟ هذه الآء الصغيرة، هذه الآء الصغيرة اللي فوق الشدة، معناها هنا أكو حرف آ. لله لله لله، هذه مثل ما تلاحظون هذه مثل الآء الصغيرة على الشدة، يعني هنا راح نلفظ لا. لله لله لله. تحليل كلمة لله،
هنا عندنا تحليل كلمة لله، هذا هو تحليل كلمة لله. لي لا لين لا، هذه الاء هي الاء الصغيرة اللي تكون فوق الشدة، وهذه الشدة معناتها انه اللام مكرر مرتين. لِلَّهِ 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 لِلَّهِ. الحمد لله. أشكرك يا صديقي. أشكرك، هنا عندنا المقاطع أشكو أشكورو أشكروك أشكرك، أشكو أشكورو أشكروك أشكرك، أشكرك يا المقطع يا صديقي، صدي صديقي صديقي، صدي صديقي صديقي. وهذا تحليل هنا عندنا أشكرك وصديقي. أشكرك، أشكو أشكورو أشكروك أشكرك، صدي صديقي صديقي. هذا تحليل الكلمات. نقرأ الدرس مرة ثانية. غزا غزال غزال، وغورا غراب غراب، الغو الغورا الغراب الغراب، صدي صديق صديق، صديق الغزال، غزا غزالي صاح صاح، صاح الغزا الغزال صاح الغزال صاح الغزال، ساقي ساقي، مكسو مكسورة مكسورة مكسورة، أنا 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 أنا، عطشا عطشان عطشان، قد قدم قدم، غرا غراب غراب، قدم الغراب، إلي إليه إليه، ماء ماء، شري شريب شريب، غزا غزالو غزالو شرب الغزال، وقال قال، الحمد الحمد الحمد، الحم الحمد الحمد، لله لله لله، أشكو أشكورو أشكروك أشكرك، يا صديقي صديقي. وانتهى درسنا لهذا اليوم، ومع السلامة.